ايه ده في ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا مع حماده بيه. والكراتين دي كلها ليه؟ قلنا حطها في العربيه، الزهره ودوها المحل. ما يصحش وانا لا يمكن اوافق عليه. هو ايه ده اللي ما يصحش ولا يمكن توافق عليه؟ انا جاي اخد حاجته وامشي، فيها ايه دي؟ واللي جاي ياخد حاجته ويمشي يخلي البيت مدس؟ عمالك داخلين طالعين يدسوه وجزامهم مش نظيفه؟ وادخل الاقيك بتلعب مع اولادي وتعطلهم؟ اولا يا استاذ حماده اولادي مش اطفال، ثانيا انا ما قلت لهمش يجوا يلعبوا معايا، هم اللي جم. ما هي دي اللي هيتعاقبوا عليها. دول حبوا بعض قوي يا نوال، فيها ايه اما العيال يلعبوا شويه مع خالهم. استاذ حماده مش خالهم يا ماما نونه. انا كمان ما كنتش جاي لهم، انا كنت جاي عشان اخد حاجتي واشوف ماما. انا بتهيالي ان من حقي ان انا اشوف ماما في اي وقت. لا مش في اي وقت، تتكلم وتقول انك جاي تستاذن. استاذن عشان اشوف ماما؟ اهو ده اللي ناقص. انت اللي جايب التورته دي معاك؟ لا والنبي يا اختي، ده انا نفسي راحت لها دخلت عملتها. ليه كده بس يا ماما؟ انت عندك السكر، وانا قايله لك ان الحاجات دي ما تخشش البيت. لا ده انت زودتيها قوي، هتتحكم في اكلها وشربنا كمان. انا عارف انا بعمل ايه كويس، انا خايفه على صحتها، هي عندها كوليسترول عالي ودهون الثلاثيه. والله دي ام انا مش امك انت، يعني مش هتخافي عليها اكتر مني. بتخاف عليها قوي، وادي النتيجه. اسمع يا حماده، انا من ساعه ما جيت وانا مش عايزه احتك بيك، انت كل تصرفاتك غلط، مش بس من النهارده، انت طول عمرك مستهتر وعمرك ما اتحملت المسؤوليه في حياتك. والله انا حر بقى. انت حر في نفسك، انما جوه البيت ده لا، انت مش حر. خلاص بقى يا بنتي، خلاص اهدي بقى. لا يا ماما، حماده لازم يعرف حدوده كويس قوي، ولازم يعرف انه طول عمره ماشي غلط من ايام جده الله يرحمه، وكلكم كنتوا بتطبطبوا عليه. ايه انت لسه فاكر نفسك ايه؟ نخه؟ انت عندك 60 سنه، بص لنفسك في المرايه، عايز تقضي على روحك اقضي بس بعيد عننا. انما ماما نونه لا، انتوا واقفين عندكم بفلوس ولا ايه؟ جرعوا. اسمع يا حماده، البيت ده ما بقاش زي الاول، هنا في مواعيد، في انضباط، في نظام. لما في نظام شلتوا القطر من مكانه ليه؟ قطر؟ قطر ايه؟ ده هيجنني. انا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ ده انت مش عايش في الدنيا دي خالص، ده انا لو كنت بكلم ابن امام كان فهم. اسمع يا حماده، الزيارات هنا يوم الجمعة والسبت فقط، ويوم الجمعة الزيارة مفتوحة من بعد الصلاة لغاية الساعة 8. بقيت مستشفى. يوم السبت لغاية الساعة 5 بس، لأن في شغل ومدارس تاني يوم. أما بالنسبة للتليفونات فمسموح لك تكلم ماما نونة تطمن عليها مرة واحدة بس، وبالنهار مفيش بالليل. وحسك عينك لما تيجي تزورنا تجيب معاك تورت أو حلويات أو أي أكل من برا لماما نونة. أما بالنسبة لولادي فمفيش كلام بينك وبينهم نهائي طول فترة الزيارة. المقابلة انتهت. الباب يتقفل بشويش، ده مش باب زريبة؟ أنا آسفة. أنا آسفة يا ماما نونة. أنا كان لازم أقول له كده. أنا بتكلم عشان مصلحته ومصلحتك أنت كمان.